هذه النشرة برعاية كاستربول اس اي موبلر دينتالي. مصلحة الهجرة تغفل عن تحذير جهاز الأمن سابو وتمنح الإقامة لطالب لجوء يشكل خطراً على أمن السويد. وثيقة داخلية تكشف عن توجه مكتب العمل للمزيد من التخفيضات في فروعه وتقليل الاجتماعات المباشرة مع الباحثين عن عمل. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الكومبس. تحقيق داخلي في مصلحة الهجرة يوجه تهمة سوء سلوك لموظفين اثنين في المصلحة بعد منحهما طالب لجوء قرار حق الإقامة في السويد، على الرغم أنه كان مشارا إلى ضرورة مراجعة ملفه مع الأمن السويدي قبل اتخاذ القرار بشأنه. وحسب التحقيق فقد غفل الموظفان الإداريان عن وجود إشارة على ملف طالب اللجوء بأنه يتوجب مراجعته مع السابو أولا، كون هذا الشخص يشكل تهديدا على أمن السويد. مكتب مصلحة الهجرة في المنطقة الغربية كان كشف خلال عملية مراقبة داخلية العام الماضي هذا الخطأ. بعد الإخطار بفصل 4000 موظف من مكتب العمل خلال الفترة القادمة، كشفت وثيقة داخلية للمكتب وجود توجه لإجراء تخفيضات كبيرة في عدد المكاتب والتخلص التدريجي من الاجتماعات المباشرة. ووفقا للوثيقة فإن 90% ممن سيسجلون بالمكتب بدءا من تشرين الأول أكتوبر من هذا العام سيفعلون ذلك بأنفسهم من خلال حلول الخدمة الذاتية التقنية. الوثيقة تقول إنه سيتم عقد الاجتماعات بين الباحث عن العمل والموظف خلال الأشهر الستة الأولى من التسجيل، وذلك عن بعد فقط وعلى سبيل المثال من خلال المكالمات الهاتفية والمرئية. طبعا اتحاد إدارة البلديات والمحافظات انتقد هذا الإجراء بشدة. إلى شأن آخر، تقرير أمني سري صادر عن الشرطة السويدية يكشف أن العديد من الموظفين في مطار أرلندا بالعاصمة ستوكهولم هم جزء من شبكات إجرامية أو لديهم روابط بها. ومن بين الأمور التي تضمنها التقرير أن نحو 10 أشخاص يعملون في نقاط التفتيش الأمني في المطار قد تكون لديهم علاقة بشبكات إجرامية أو أن أسماءهم موجودة في سجلات الشرطة السويدية. التقرير أبدى تخوفه من العلاقة بين هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في مواقع استراتيجية مهمة بالمطار ولديهم روابط بتلك الشبكات. توقعات من قبل منظمات حقوق الإنسان بأن تقوم السويد بمحاكمة شخصيات عسكرية سورية من مسؤولي الاستخبارات متهمين بالتعذيب، وذلك بعد أن تقدم 9 سوريين يعيشون في السويد بشكاوى إلى الشرطة ضد 25 مسؤولا أمنيا، ومن بين المتهمين مدراء رفيعي المستوى في أجهزة الأمن السورية المختلفة. طبعا يمكن للسويد التحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم وكذلك تقديمهم إلى العدالة. أحدث عمليات إطلاق النار في السويد أدت الليلة الماضية إلى مقتل شخصين في المنطقة الواقعة بين ستوكهولم وإنشوبينغ. الشرطة كانت ألقت القبض على شاب في العشرينات من عمره يشتبه في تورطه بتلك الجريمة، متوقعة وفقا لصحيفة الأفتون بولادت بأن المتهم قام بفعلته تلك انتقاما لشقيقه التوأم الذي قتل سابقا برصاص الضحية الأخرى.
أخيرا، الحكومة السويدية تحيل مقترحا إلى البرلمان حول إجراء تغيير قانوني يمنح بموجبه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبة في التنفس والتغذية الحصول على المساعدة الشخصية. ومن المفترض طبعا أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر تموز يوليو المقبل. وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية لينا هالنغرين قالت إن هذا القانون الجديد سيصحح أحد أهم أوجه القصور الأساسية في القانون المعمول به حاليا. ومن المتوقع أن يؤثر التغيير القانوني على العشرات من الأطفال الذين سحبت منهم المساعدة الشخصية. ماذا في أخبار الطقس ليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.